حبايبي الحلوين، طلاب وطالبات سنة رابعة ابتدائي، معاكم مستر وجدي نبيل مدرس لغة إنجليزية. ألتقي بكم في نهاية الترم الأول إن شاء الله. خلاص كده الامتحانات على الأبواب، ونحل مع بعض نماذج الوزارة اللي هي بتكون 3 امتحانات في آخر الكتاب. عندك منهج تايم فور إنجليش، نستعرض مع بعض الامتحانات ونشوف كل سؤال يتحل إزاي، ونحاول طبعا بحاول ادمج لكم كل 3 امتحانات في فيديو واحد علشان يكون مرجع ليك كويس مرة واحدة، وتدخل الامتحان مطمئن جدا وتجيب اعلى درجات. بس ده ما يمنعش انك تحل برضو امتحانات كتير في كتب مختلفة. نشوف مع بعض 3 امتحانات ونشوف كل سؤال. انا حاول اركز معاك قوي قوي في الامتحان الاول ونحل بالراحة شوية، والتاني والتالت نحاول نمشي بسرعة برضو يعني اسرع شوية. عندي تيست 1 الامتحان الاول، عندي الامتحان بيكون من 40 درجة، عندي جزء ليسننج، الليسننج بيكون السؤال الاول والتاني ليسننج، طبعا بيكون المستر او المس معاك او بيدخل لك كده في الفصل. نشوف السؤال الاولاني، الاول والتاني بيبقى ليسننج، التالت وطلع بقى يبقى ايه كتابة عادي مفيش مشكلة. عندي نمبر 1 listen and circle the word with the short vowel. طبعا خدنا الدرس ده مهم جدا جدا على مدار الوحدات اللي احنا شرحناها في الفيديوهات السابقة. listen and circle the word with the short vowel، بتستمع للكلمتين وانت تحط دايرة على الكلمة اللي فيها short vowel. طبعا احنا خدنا الشورت اي 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 او يو اي طبعا بالتفصيل في الوحدات اللي هي او الفيديوهات الخاصة بالشرح. طبعا احنا هنقول ونحل على طول، تمام. انا المستر بيقول الكلمتين هو مجرد ان هو بيقراهم، وانت من خلال دراستك السابقه طبعا بتعرف الشورت باول، تمام كده. وبالمره ممكن نقول ايه هو الشورت باول بالظبط يعني، ممكن بس هو مش مطلوب انت تقول ايه هو الشورت باول. عند السؤال 6 درجات بيكون عليه كل جزئيه عليها درجه ونص. عندي اي تيون اب، تيون اب طبعا عندي هنا اب شورت يو، ارجع للفيديوهات واعرف كنت ازاي بتعرف الشورت فاول. بي فات فيت، فات فيت يبقى هنا فات شورت اي صح كده. سي نايت بين، نايت بين بالظبط كده. هنا بين اللي هو الدبوس شورت اي. دي بوكس كوت، بوكس كوت يبقى box short o، تمام كده حبايبي. ده سؤال عليه 6 درجات. عندي listen and complete with one word، استمع واكمل بكلمة واحدة. طبعا برضو هقول لك مرتين، اول حاجة المطلوبة مرتين، بعد كده بداية test 2 test 3 يبقى مرة واحدة بس. number 1 I want a puppy، puppy طبعا تكتب ايه كلمة puppy هنا، تمام. number 2 This camera is mine. This camera is mine. طبعا هتكتب هنا كلمة ايه؟ mine. M-I-N-E. Number three. They go to school by bus. They go to school by bus. طبعا هنا كلمة go طبعا كلمة سهلة جدا. Four. He exercises in the morning. He exercises in the morning اللي هو يتدرب في الصباح. طبعا بيكون سؤال برضو عليه 6 درجات، كل كلمة عليها درجة ونص. عندي جزء reading، read and write true or false. T true false F، تمام حبيبي. طيب بيكون عندك صورة، تمام، بيبقى فيها 4 جمل، بتشوف انت بتقرا الجملة وهل لو تناسب الصورة بتبقى true، لو لا تناسب الصورة يبقى ايه false، تمام كده. نيجي نحل مع بعض. My mother is a teacher. My mother is a teacher. طبعا دي باينة قوي، أم والدة teacher يعني مدرسة، ومدرسة ماس كمان، تمام. يبقى إيه؟ يبقى كلمة إيه true. هنا ممكن نحط كلمة true هنا أهو تحت الكلمة دي، أو نحط علامة صح هنا في الجزئية دي، يعني وضح لنا إنك أنت فاهم وعارف تحل كويس. طبعا ده سؤال ده عليه 4 درجات، بيبقى كل جزئية عليها أي درجة. بعد كده number 2 I have math on Monday. I have math on Monday. طبعا هنا math okay مفيش مشكلة، لكن ايه لاحظ ان هنا مكتوبة Thursday، خلي بالك ركز. او Thursday سوري القلم عملها Thursday، يبقى يوم الاثنين. Thursday الخميس. طبعا هو بيقول لك I have math on Monday، يبقى دي false.
بعد كده نمبر 3 they are at home. they are at home عمرهم ما كان ده في البيت، مش في البيت خالص ده. they are at home برضو ايه false. عندي بعد كده نمبر 4 the boy looks for his book. the boy looks for his book طبعا ما فيش مشكلة ان هو ما يدورش على الكتاب اصلا لان اوريدي هو مع الكتاب، تمام، يبقى برضو ايه عندنا دي false. بعد كده نمبر 4 حبايبي read and circle the odd word او the odd one. طبعا ده سؤال بيبقى عليه 4 درجات، كل جزئية عليها درجة. ده بيكون 4 كلمات، عندنا 3 كلمات من عيلة واحدة في كلمة غريبة وتحط عليها ايه دايرة. طبعا لما تطلعوا سنة 5 هيبقى نفس السؤال بس تستبدل الكلمة المختلفة بكلمة بديلة تناسب ال3 كلمات اللي هي السابقين. عندي نمبر 1 عندي train popcorn bus ferry. train popcorn bus ferry طبعا عندي وسائل مواصلات، في حاجة مش وسائل مواصلات اللي هي بوب كورن. انا متأكد ان كنتوا شاطرين وعارفين وحلوين وبتحلوا برضو معايا ومستوعبين كويس جدا. عندي نمبر 2 rabbit meat cake vegetables. تمام كده في اكلات بقى عندي اكلات، وفي في حاجة مش اكلات خالص يبقى ايه rabbit، صح كده. عندي بعد كده نمبر 3 red blue kite white. red blue kite white صح كده، يبقى ايه يبقى عندي 3 الوان، عندي كايت، حط دايرة على ايه على كايت. عندي بعد كده نمبر 4 عندي keys umbrella wallet duck. عندي دي اشياء things، دي keys umbrella or wallet، عندي دي ايه عندي duck، حط عليها دايرة يبقى كل واحدة عليها درجة ان شاء الله. عندي بعد كده choose the correct answer from A, B, C or D. طبعا السؤال ده بيكون عليه 4 درجات، 4 جمل كل جملة عليها ايه درجة. طبعا متفقين ان في جملتين بيبقوا خاصين بالجرامر والستركتشرز، وبعد كده جملتين برضو خاصين بالفوكابولري اللي هو ايه الكلمات. عندي نمبر 1 عندي space you want vegetables. عندي what do does have. طبعا عندنا هنا what، طبعا لازم فعل مساعد مش هينفع دي what. عندي does مش هتنفع لان does مع نتعامل مع هي او شيء او it. عندي have ممكن مع you بس ولكن لا تناسبها دي لان ما فيش got مثلا، have you got مثلا كذا، يبقى ايه عندي do. do you want vegetables. do you want vegetables. بعد كده number 2 he watches videos space night. ايه بقى استخدام دي الازمنه، خلي بالك توقيتات اليوم at in on by night اتفقنا، افتكر معايا كويس بناخد at night لان كان morning، كان in the morning in the afternoon in the evening ياخدوا in، اما night بتاخد ايه at، كنا بناخد at night، تمام كده. number 3 space time does it leave. الوقت اللي بيغادر فيه كان الترين مثلا، تمام كده. يبقى هنا عندي لما بنسأل عن التوقيت بقول ايه بالظبط كده what time. What time does it leave? What time does it leave? عندي بعد كده we go to work space underground. استخدام by قبل وسائل المواصلات مباشرة، يبقى we go to work by underground. By underground تمام حبيبي كده. طيب عندي بعد كده السؤال السادس number 6 look and answer the questions. بيكون عندك 4 صور مع 4 أسئلة اجاوب ما يناسب الصوره، او اجاب مكتوب السؤال اجاوبه اجابه سليمه. عندي A and B، دايما كل واحده A بيسال B مثلا. عندي what is he doing. what is he doing الولد ده بيعمل ايه، انا قلت ولد يبقى he is. طب ده سؤال في present continuous، سؤال في المضارع المستمر اجاوب في المضارع المستمر، يبقى هنا هقول he is a. باينه قوي دي، باينه قوي وسهله قوي، يبقى he is a. he is eating. he is a eating وتكمل بعد كده وتحطه في الاستاذ في الاخر. عندي نمبر 2 A and B. A how does she go to work. how does she go to work ازاي هي بتروح الشغل. طبعا عندي انا باين عربيه قدامي، خلي بالك يبقى او تاكسي مثلا، اه دي اوريدي واخده عربيه اجره تاكسي مثلا او تاكسي اجره، وبعد كده ايه يبقى she، خلي بالك هتبدا بايه بشي هنا اهو كابيتال اس وتظبط خطك بقى. she goes
خلي بالك انا قلت جوز عشان السؤال بداز في البريزنت سيمبل، يبقى نكتب ايه هنا؟ جوز تو ورك باي تاكسي. باي تاكسي. عندي A and B. Do you want pasta? Do you want pasta? طبعا هنا بنجاوب ايه؟ Yes I do. Yes I do. حط الحاجة قدامك كده اهو، يبقى تكتب ايه؟ Yes I do. تكتب خط جميل بقى. سوري والخط يعني طالع مش برضو، انت تكتب احسن مني، لكن عشان انا بكتب ايه بالماوس؟ Yes I do. هنا في الستوب برضو. هنا بعد كده Is this your jacket? Is this your jacket? طبعا ده قريب منك، الجاكيت بتاعك. هنقول ايه؟ Yes it is. Yes it is. تمام كده حبايبي. عندي السؤال السابع، عندي look and write the three sentences. يبقى عندي بيبقى في صورة تكتب عليها ثلاث جمل يناسب الصورة. انا شايف عندي انا بنت وفي عربية، ممكن تكون بتغسل العربية، العربية دي بتاعتها مثلا. عندي طيب انا ممكن اقول ايه جملة مبدئية؟ ممكن اقول I can see a girl. هنا I can see a girl. I can see a girl يعني انا اقدر اشوف بنت. stop. بعد كده برضو دي العربية بتاعتها، ممكن نقول ايه؟ صح كده. This is her car. This is her car. This is her car يعني دي سيارتها. طب هي بتعمل ايه؟ هي بتعمل ايه بالعربية دي؟ او بتعمل ايه في العربية دي؟ She is a. She is washing the car. ممكن اقول she is washing the car او she is washing it. ما فيش مشكلة خالص. عندي بعد كده number 8. Punctuate the following. عندي خلي بالك دول بيكونوا 4 punctuation marks، اربع جزئيات بيكون كل واحدة عليها ايه درجة. تمام. عندي don't worry I have one. Don't worry I have one. طبعا عندي انا هنا ايه don't، عندي capital لازم تبقى الكابيتال دي، لازم كابيتال دي don't. طبعا عندي انا هنا ايه لازم تبقى هنا apostrophe. بعد كده worry طبعا هنا في الستوب، هنا بداية جملة جديدة، يبقى هنا لازم تكون ايه؟ لازم تكون كابيتال اي، وبعدين بتكمل اي هاف وان، يبقى هنا في الستوب. يبقى هنا تتأكد تماما، يبقى ايه اربع جزئيات في السؤال الثامن. طبعا ده الجزء ده اللي هو حل او نموذج الحلول للامتحان السابق اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. تمام حبايبي. ادي الاخيرة اهي، ادي دو، ادي حرف الدي ابوستروفي، بعد كده كابيتال اي، وبعد كده ايه؟ بعد كده فول ستوب في الاخر. يبقى كده انتهينا من تيست 1. تمام كده. ندخل على تيست 2 بقى. خلاص احنا الجزء الليسننج السؤال الاول والثاني، خلاص اعتقد الامور كده بقت واضحه شويه، وهنقول على طول بقى انتوا شاطرين بقى. جزء الليسننج بيبقى السؤال الاول والثاني. listen and circle the word with the short vowel. خلاص كده اتفقنا، ده 6 درجات، كل واحدة درجة ونص. انا هقول الحاجة ونحط سيركل اللي هي circle the word with the short vowel. عندي A loot run. loot run يبقى بالظبط كده، يبقى A run short U. B key bed بالظبط كده، صح كده، bed short e. car cake. car cake صح كده، car short a. بعد كده goat pot. goat pot short o. بعد كده number 2 listen and complete with one word. هقرا خلي بالك النهارده بقى، دلوقتي هقول لك مره واحده بس. number 1 She washes the car. يبقى هنا تكتب كلمة washes. Number two, we don't want pasta. تكتب هنا كلمة want. Number three, I can't find my mom. يبقى هنا تكتب كلمة mom. بعد كده this chicken is thirsty. يبقى هنا هتكتب كلمة thirsty. تمام كده. طيب نيجي بعد كده الجزء reading اللي هو السؤال التالت، عليه 4 درجات، طبعا برضو حلينا منه من شوية. read and write true or false. read and write true or false. number one طبعا عندنا الصورة بقى، في اولاد وفي الشمس طالعة والنهار، ويعني ان احنا نقرأ الجمل ونشوف ما يناسب الصورة. عندي بعد كده number one the girl exercises in the afternoon.
تمام كده صح كده، ده هو الشمس طالعه كده بالنهار وكده الدنيا نهار، يبقى the girl exercised in the afternoon، يبقى عندي هنا ايه true. بعد كده number two they do homework at night، they do homework at night طبعا حتى لو بيعملوا واجب بس مش at night يبقى false. لو في جزء في الجملة false تبقى نكتب false. عندي number three the girl watches videos، the girl watches videos تمام كده، عندي طبعا لا دي false. وبعد كده عندي they are at school، طبعا مش باين خالص ان هما they are at school، برضو يبقى دي ايه دي false. نيجي للسؤال الرابع read and circle the odd one، ده اتفقنا خلاص احنا عرفنا نحله ازاي. عندي number one leg nurse vet teacher، leg nurse vet teacher عندي ثلاث وظائف بالظبط كده، كلمة ايه كلمة leg. برافو حبايبي، انا اعتقد الفيديو ده مش هيكمل 40 دقيقة كله، ما اعتقدش ان كله ده هيكمل 40 دقيقة ان شاء الله يعني. number two butter pasta eggs glasses، خلي بالك عندي اكلات 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 glasses نظارة صح كده. بعد كده number three parrot rabbit nurse turtle، صح كده دي حيوانات وطيور nurse صح كده. عندي بعد كده number four wallet English cab box، دي طبعا things أشياء ودي مادة لغة إنجليزية يبقى كلمة إيه كلمة إيه English كلمة English. نيجي بعد كده number five choose the correct answer from A B C or D، number one space عندي glances are mine، طبعا دي عندنا جمع، عندي this عندي those عندي that عندي there، طبعا انا طالما هنا جمع يبقى استبعد، طبعا اتعلمنا خلاص احنا شاطرين بقى، استبعد this و that لان دي في الحالتين مفرد، وعندي هنا دي those وهنا there، طبعا there دي اللي يوجد طبعا دي لا، يبقى هنا ايه those are those glasses are mine. بعد كده number two let's، let's خلي بالك القاعدة اللي قلنا عليها let's يجي بعدها فعل في المصدر، الفعل في المصدر بدون اي اضافات سادة من غير زيادة، سادة حلوة سادة من غير زيادة دي، يبقى let's يجي بعدها فعل في مصدر بدون s بدون es بدون ing بدون ed بدون اي حاجة. يبقى عندي هنا كلمة watch وعندي هنا كلمة watched مضافة ed، عندي ing عندي هنا watched ed، معلش هي دي متكررة انا اعتبرها ان دي watched مثلا، دي ايه دي بس هي خطأ بس يعني، او ممكن نعتبرها ايه دي watches، انا اعتبر ان دي برضو ايه دي watches، اعتبر دي watches ودي watching ودي watched ودي watch، يبقى let's watch let's a watch. الخطأ وارد في كل مكان بس ده خطأ مطبوعي يعني مش من عندنا. number three space have a blue jacket، space have a blue jacket عندي ايه يمتلك، مين اللي هو يمتلك، عندي he she I it، طبعا دي have خلي بالك have بتبقى I we you they، طبعا he و she و it خلي بالك he و she و it يبقى ايه يبقى has، يبقى عندنا هنا ايه I have a blue jacket. عندي بعد كده number four how do you space to work، كيف how do you مصدر سادة من غير زيادة لسه قايلينها، how do you go going goes are going، يبقى الفعل في المصدر اللي هو ايه go، يبقى how do you go to work. number six look and answer the questions، انظر واجيب عن الاسئلة. عندي number one what are they doing، what are they doing بيعملوا ايه بيتمرنوا بيتدربوا، ناس رياضية رياضيين بقى، يبقى اقول ايه بالظبط كده they are ايه، لما اقول يتدربوا يبقى they are الكلمة ايه بقى they are ايه they are exercising they are exercising تمام كده. عندي طبعا تحط في الصبح هنا في الاخر. عندي when does it leave، when does it leave، واحد يقول لي when does it leave فين يا مستر انا مش شايف التوقيت، لا بحلق كويس جدا عندي هنا التوقيت، هنا هي مش باينة انا ما اعتقدش انها باينة قوي، هنا هنا خمسة ونص يعني اللي هي 5:30، يبقى هنا هنقول ايه it leaves it leaves at 5:30 it leaves it ادي it ادي leave وتحط لها اس هنا بس في الاجابة هتحط لها اس at وتكتب ايه التوقيت، ممكن تكتبه انت ايه تكتبه بال فيجرز كده بالارقام كده اهو 5:30 زي ما هو مكتوب يعني تمام كده وتحطه في الستوب. عندي بعد كده is she a teacher، is she a teacher طبعا هل هي مدرسة، طبعا هي yes, she is طبعا شايفين المنظر شايفين المدرسة ارقام ومثلسن، يبقى هنا ايه yes she is yes she is.
عندي what is it, what is this, what is this, بنقول على الحته دي it's a part, it's a part. طبعا this هتحول الى ايه ال it, يبقى نقول ايه it's a part. عندي بعد كده number 7 look and write three sentences, تكتب ثلاث جمل عن الصوره الجميله دي الولد اللي رايح المدرسه. look and write three sentences, ممكن نكتب ايه؟ احنا شايفين ولد او انا اعتبر اخوك او اخويا مش مشكله رايح المدرسه مش رايح الشغل خلي بالك. هو طالب كمان, يبقى هنا ممكن نكتب. على فكره في اكتر من جمله احنا نكتبها غير مثلا النموذج اللي انت ممكن تشوفه بعد الشريحه دي على طول, يعني هو اوريدي انا محضر لك النموذج لكن انت ما ترتبطش بالنموذج او خاصه في السؤال السابع. هنا ممكن نقول هي از ماي براذر, هي از ماي براذر مفيش مشكله, هي از ماي فريند مفيش مشكله, اي كان سي ابوي مفيش مشكله, كل ده في جمله تمام. بعد كده هي جوز تو هي جوز تو سكول باي باص مفيش مشكله, هي جوز تو سكول باي باص, هي جوز تو سكول باي باص. بعد كده في الاخر خالص مثلا هي از ا بيبل, يبقى دي جمله ادي اتنين ادي ثلاثه زي ما سمعت مني تكتبهم, او ممكن انت تعدل براحتك لفي بعض ايه في بعض الجمل. عندي بانكتشويت ذا فولوينج اللي هو السؤال الثامن عليه اربع درجات, احنا اتفقنا في اربع جزئيات. ليتس جو تو ذا سينما اون فرايداي, ليتس جو تو ذا سينما اون فرايداي, طبعا عندنا ايه كابيتال ال طبعا طبيعي, وليتس هنا في ابوستروفي, وبعد كده جو تو ذا سينما اون فرايداي طبعا اللي عندنا حرف الاف لازم يكون ايه كابيتال, يبقى هنا كابيتال اي اف, وفرايداي طبعا هنا في الاخر خالص يبقى ايه فل ستوب. طبعا هنا في نموذج الاجابه حبايبي اللي هو تيست 2 مفيش مشكله كله, انا تعليقي بس هنا بسيط, هي اعتقد قد يكون خطا هنا اللي هي جوست وورك الولد اللي كان رايح المدرسه, يعني يعني هو من الافضل هنا ممكن نستبدل وورك هنا بسكول, يبقى هنا نقول هي جوست سكول اون هي جوست سكول باي باص, هي جوست سكول باي باص. نيجي للسؤال او الامتحان التالت, انجزنا برافو علينا كلنا. عندي جزء listening number one, عندي listen and circle the word with a short vowel, مفيش مشكلة خلاص اتفقنا خلاص ضربنا ده التالت خلاص بقى. عندي ايه blue gum, blue gum بالظبط كده خلاص احنا شاطرين, ده انتوا حليتوا الامتحان كله من قبل ما نتكلم, gum short u. عندي cat cake, cat cake صح كده, cat short a, يا سلام عليك. سي بوكس هوم, بوكس هوم صح كده شورت او, وانت تقول لي شورت او بيني وبينك كده يعني هنا شورت اي ماشي, شورت يو ماشي, شورت او ماشي, ده كده تبقى شورت اي بس انهي كلمه. بي بيد شورت اي برافو عليك. عندي نمبر 2 ليسن اند كومبليت وذ ون وورد, تمام ده عليه ست درجات كل واحده عليها درجه ونص خلي بالك اوعى تغلط. عندي نمبر 1 my father is tall, تكتب كلمة tall. بعد كده نمبر 2 sorry I am busy, كلمة busy تكتب هنا. بعد كده نمبر 3 he has a jacket, يبقى هنا نكتب ايه has. بعد كده نمبر 4 let's go to the cinema, هنا هتكتب ايه ليتس طبعا احنا ايه خدناها اكتر ايه اكتر من مره. عندي بعد كده ريدنج ريد اند رايت ترو اور فولس, عندي صوره جميله هنا اهو برضو عليها ايه اربع جمل. نمبر 1 ذا بيبي از ان ذا باث, ذا بيبي از ان ذا باث صح, بلبطه وميه كده وفيها باث باث روم والكلام ده كده في البانيو يبقى ايه ترو. بعد كده ذا فيش از ان ذا سكاي, مفيش سكاي اصلا مفيش معرفش سمكه, حتى لو كان هنا في سمكه ده شبه السمكه دي مفيش سكاي تمام. The fish is in the sky طبعا دي برضو ايه دي فولز. عندي the baby listens to music, the baby listens to music لا اثر للموسيقى, مفيش اي ما يدل على الموسيقى يبقى ايه فولز. عندي بعد كده number 4 the ferry is in the sea, هنا ولا في سي ولا في ferry, the sea the ferry is in the sea يبقى برضو ايه دي فولز تمام حبايبي كده. معلش يمكن احنا بنشرح بسرعه شويه في الامتحان الثالث لان خلاص اوريدي كده يعني انتوا بقيتوا شاطرين كده وعارفين كل ايه نوعيات الاسئله وازاي نجاوبها. عندي بعد كده نمبر 4 read and circle the odd one. نمبر 1 عندي Saturday كريم Monday Tuesday,
صح كده؟ يبقى انا عندي ايام، عندي كريم هو الغريب اللي فينا. اطلع بره يا كريم، مش عاوزينك في سنة خمسة، هنحط يوم مكانك. خلي بالك في سنة خمسة. نمبر 2، اجز نيز فيت فينجرز. عندي اعضاء جسم، خلي بالك في حاجة هنا في النص بتتاكل، انجز. يبقى اجز، صح كده. نمبر 3، اكسرسايزز وانت بلو ووك. خلي بالك افعال بينهم لون، افعال اكسرسايز، عندنا اكسرسايز، عندي وانت، عندي ووك، عندي بلو، ده از ا كلر. خلي بالك، صح صح معايا، اوعى تكون نمت. بعد كده نمبر 4، ليزر كيتن تيرتل باث. تمام كده، يبقى ايه؟ عندي حيوانات وحركات ومش عارف وزواحف ومش عارف ايه وشغلانه كده. عندي كلمه باث اللي هو ايه؟ البني. تمام كده، يبقى باث هي ايه؟ المختلفه. عندي نمبر 5، تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. ده السؤال عليه 4 درجات، كل واحده عليها ايه؟ جمله. نمبر 1، هي سبيز ذا فيديوز ات نايت. استخدام حرف جر ات مع نايت، خلي بالك بالاضافه للساعات. هي سبيس ذا فيديوز، يبقى عندي ده جمله في البريزنت سيمبل. خلي بالك بريزنت سيمبل بنضيف اس او اس اذا كان الفاعل هي او شي او ات، اما اذا كان الفاعل اي وي يو ذي بيبقى بدون اي اضافات، ساده من غير زياده. قهوه من غير زياده، قهوه زياده. عندي واتش واتشز واتشينج ار واتشينج، يبقى في البريزنت سيمبل يبقى هي بالظبط كده. هي ايه؟ هي واتشز، هي ايه؟ watches the videos at night. عندي بعد كده نمبر 2، I space won't meet. يبقى I space، طبعا هي في حد ذاتها هي I won't meet دي ممكن تمشي جملة، لكن هي جملة منفية، بس النفي بإيه؟ طبعا مش ينفع نقول I is، تمام، or I doesn't، ما فيش مشكلة، ما لا ما ينفعش، لأن I ما تاخدش doesn't. عندي aren't، ما فيش مشكلة، يبقى كل ده لأ، يبقى إيه؟ I don't want meet. عندي بعد كده نمبر 3، مونا سبيس ار جاكيت. مونا سبيس ار جاكيت، هنا هاز دازنت هاف، هنا عندي دونت. طبعا مونا ما ينفعش تاخد دونت اساسا حتى لو كانت ايه؟ منفيه. عندي مونا ما تاخدش هاف كمان، ما تاخدش هاف. يبقى هنا يا اما هنا يا اما هنا. واحد يحتار يقول لي يا مستر راجل انت بتصرف ازاي؟ اقول له لو جمله مثبته هتبقى مونا هاز ار جاكيت. لو دي امتى دي يا مستر وجدي؟ لما اقول منى doesn't have. خلي بالك دي لو الجمله دي منفيه، امتى تبقى doesn't الحل؟ لما تبقى منى doesn't have، doesn't have ليس لديها، لكن هنا doesn't ما فيش مشكله لو خدتها، بس فين have؟ عشان كده نقول منى has. منى has a jacket، النفي بتاعها منى doesn't have a red jacket. عندي بعد كده نمبر 4، space glasses are those، درس الملكيه اللي ما كنا بنقول الحاجات دي بتاعت مين، صح كده. يبقى ايه؟ space glasses are those، ملك من بالظبط كده. يبقى ايه يا مستر وجدي؟ يبقى whose، يبقى whose glasses are those، whose glasses are those. جينا لجزء الرايتنج نمبر 6، سؤال look and answer the questions، عليه 6 درجات، كل صوره درجه ونص حبايبي. تمام كده، يبقى عندنا A and B. What does she do? What does she do? هي بتعمل ايه؟ يبقى مبدئيا هنقول she، خلي بالك بتستخدم الكمبيوتر، يبقى she uses، طبعا انا ادي she كابيتال اس، وانت تكمل خلي بالك عشان ما تقولش ان انا خط وحش، لا خط في الحقيقه ما تقلقش، حلو. يبقى she uses a computer. She uses a computer. بعد كده عندي what are these؟ what are these؟ يا عربيات بقى، عربياتك، يا عربياتك الجميلة. يبقى ايه؟ they are cars. they، يعني ممكن اكتب they، هي يعني الافضل انك تكتب they are cars. they are cars، mean these are cars. تمام كده؟ في الحقيقة يعني انت لو كتبت these are cars يعني مش صح، they are cars ما فيش مشكلة. عندي بعد كده how do you go to work؟ الرسمة دي كانت رسمة ايه لو تفتكر؟ صح صح معايا. يبقى how do you go to work؟ I go، طبعا you هنا دي هتتحول الى I، يبقى هنا I go to work by ferry. by ferry، برافو عليك. عندي بعد كده هنا what does she look like؟ what does she look like؟ هي شكلها ايه؟ دي ما اعرفش، هتحس انها طويلة شوية كده، رفيعة شوية، ما اعرفش يعني، خلينا مبدئيا هي ايه؟
طويلة شوية ورفيعة، يبقى she is a. فاكرين الوحدة دي؟ تمام، لما كانوا بيدوروا على مامتهم يبقى هنا she is a. she is tall and thin. she is tall and thin. تمام كده حبايبي. بعد كده السؤال السابع، look and write three sentences. يبقى بص على الصورة دي واكتب ثلاث جمل. السؤال ده عليه 6 درجات، كل درجة ب كل جملة بدرجتين. تمام كده. عندي ممكن اكتب ايه؟ انا هنا ممكن اكتب ايه؟ انا شايف ولد وبنت، خلي بالك، ممكن اخ واخت ومفيش مشكلة، وفي البيت كمان يا سلام، وبيذاكروا والصبح كمان، يبقى جمعة وسبت مثلا، جمعة وحد مفيش مشكلة، الا اذا بيذاكروا الصبح بدري بقى قوي يعني، بس الشمس تبقى طالعة يعني، لو في الشتاء لا. ما علينا. هنا ممكن اقول I can see a brother and a sister. ممكن تكتب I can see a boy and a girl. خلي بالك دي في الجملة الأولى بس. I can see a brother and sister. I can see a boy and a girl. مفيش مشكلة. تمام كده. هما في البيت. They are at home. They are at home. تمام كده. عندي بعد كده ممكن بيعمل واجب. They do homework in the morning. They do homework in the morning. تمام كده؟ حلو قوي. ثلاث جمل، ممكن تكتب 4 لو عايز يعني، مفيش مشكلة يعني. يعني بس المهم تكتب 3 جمل، وطبعا تبدأ بكابيتال لتر وتحط في الصف في الآخر، ولو اسم شخص يبقى كابيتال، تبقى كابيتال، يعني نظم نفسك بقى. عندي بعد كده السؤال الأخير، بنكتشويت ذا فولوينج، اتفقنا يبقى في 4 بنكتشويشن ماركس. علي أند منى دونت وونت باستا. علي أند منى دونت وونت باستا. طبعا احنا متفقين هيدي كابيتال، لازم تبقى دي كابيتال اي، كابيتال اي اند منى كابيتال ام، دونت في ابوستروفي، وبعد كده وونت باستا عندنا ايه؟ عندنا فول ستوب. تمام كده. ده طبعا الجزء ده الحلول برضو بتاعه الجزء اللي احنا لسه ايه واخدينها. تمام، زي ما احنا اتفقنا، زي ما احنا قلنا كده. طبعا السؤال اللي هو ده سؤال الصورة ممكن تستبدله، يعني انت ممكن برضو تتحرك براحتك شوية، يعني مش لازم تبقى مرتبط بالجزئية دي. زي ما انا قلت I can see a brother and a sister. I can see a boy and a girl. They are at home. I can... يعني ممكن مش لازم تكون مرتبط، مش من الاخر كده، مش لازم تحفظ، مش لازم تحفظ جمل، بيبقى عندك جملة اتعامل معها، وكل ما زادت مكونات الصورة او محتويات الصورة كل ما يديلك فرصة انك تكتب جمل اكتر، عشان لما تطلع سنه 5 بعد كده تطلع سنه 6 وهكذا. تمام كده. وطبعا علي اند منى دونت وونت باستا، ادي عندنا الاي وعندنا الام وعندنا ابوستروفي وعندنا الفول ستوب ايه في الاخر. بكده نكون انتهينا من الثلاث امتحانات، حليناهم كويس. ده ما يمنعش انك زي ما قلت لك انك تحل في امتحانات كتير، مش عايز اقول كتاب معين انك تحل منه، لا، حل في اي كتاب لغه انجليزيه، تايم فور انجلش لسنة رابعة. وان شاء الله لو قابلتك اي مشكلة اكتب لي في الكومنتس، او اكتب لي اي تعليق يخص لو عندك خطأ معين. ما تنسوش دعمكم القناة بلايك وشير واشتراك، اوعى تكون ما اشتركتش لغاية دلوقتي، احنا يعني خلاص بقى داخلين على الامتحانات، وتفعيل زر الجرس، خلي بالك تفعيل زر الجرس عشان ايه؟ لكي يصلك كل جديد. تحياتي مستر وجد نبيل، الى ان التقي بكم في بداية الترم الثاني ان شاء الله، وإلى اللقاء، مع أطيب تمنياتي بنجاح والتوفيق.